اغتربوا لا تضووا، يعني لا تتزوج الأقارب. هل هذا الحديث صحيح؟ لا، ضعيف، حديث ضعيف. لكن نص أهل العلم على أن الأفضل الإنسان يتزوج بعيدة ولا يتزوج قريبة، تتزوج بعيدة ولا يتزوج قريبة حتى لا تنتقل بعض الأمراض الوراثية إلى الأولاد. اغتربوا لا تضووا، يعني لا تتزوج الأقارب. هل هذا الحديث صحيح؟ لا، ضعيف، حديث ضعيف. لكن نص أهل العلم على أن الأفضل الإنسان يتزوج بعيدة ولا يتزوج قريبة، تتزوج بعيدة ولا يتزوج قريبة حتى لا تنتقل بعض الأمراض الوراثية إلى الأولاد.